שלום, היה לי הכבוד לפגוש בפריז את האימאם חסן שלגומי, שמייצג דרך אחרת להסתכל על הטרור ועל האסלאם הקיצוני. حقيقة يعني تشرفت يعني بمعرفته وجلست وتحدثت معه أن هناك حقيقة للسلام حقيقة للتعايش ما أؤمن به بأن دين الإسلام دين الرحمة دين المحبة دين التعايش دين الحوار والحل الحقيقي سواء في فلسطين أو في إسرائيل أو في العالم إلا بالسلام إلا بالحوار وليس للأسف الشديد بالعنف وبالإرهاب وبالقتل ما نؤمن به هو نؤمن بحقيقة كرامة الإنسان سعادة الإنسان ولا يستعمل المقدس من أجل قتل الإنسان وقتل والأسف الشديد الأبرياء أتمنى من قلبي أن يكون هذا السلام يتحقق بين الشعوب وأن ننبذ جميعا العنف والإرهاب وخاصة للأسف الشديد هذا الإرهاب الإخواني الإرهاب الحماسي الإرهاب كذلك الإيراني الذي يهدد المنطقة ويهدد السلام في المنطقة كلها أشكركم على ذلك شكرا تدرى شكرا